النهارده يا جماعه معانا فيديو جديد عن معالجه تسريب السفون. ازاي تعالج تسريب السفون بنفسك؟ والطريقه سهله جدا والطريقه غير مكلفه. شايفين الميه نازله من السفون ازاي عندي؟ طبعا لو عندك موتور ميه شغال على اوتوماتيك هتلاقي الموتور ما بيفصلش نهائي ودايما السفون بتاعك فاضي، يعني مش شغال. طبعا معالجته سهله جدا، لو اتفرجت على الفيديو خطوه بخطوه هتقدر تتابع معايا تعالج تسريب السفون دوت بايدك. وياريت لو عجبك الفيديو ياريت ما تنساش اللايك والشير واشترك في القناه وتفعل الجرس عشان المعلومه زي ما وصلت لك توصل لغيرك. خليك معايا وتابع الفيديو من هنا. ورجعت لكم تاني يا جماعه مع معالجه تسريب السفون وازاي تعالجها بنفسك. طبعا مجرد ما احنا هنشيل الغطاء بتاع السفون دوت وهوريكم ازاي بيركب بعد كده. شايفين السقاطه دي يا جماعه بتاعه الزرار بتاع السفون دوت؟ السقاطه دي عندي بتركب في الدراع ده ابو فتحه ده، وانت بتحط السفون كده، بتحط غطاء السفون بتشبك السقاطه ديت في قلب الدراع دوت عشان طبعا يرفع القله بتاع السفون وتنزل لوحديها بعد كده. تمام، احنا كنا عملنا سلسله فيديوهات قبل كده عن تسريب السفون دوت. طبعا في اكتر من طريقه بتخلي السفون ده يسرب. طبعا يا جماعه الطرق التانية اللي هي بتاعه تسريب السفون اللي احنا نوهنا عليها دي بتبقى في العوامه هنا. العوامه دي لو اعلى من المنسوب بتخلي الميه تعدي من الماسوره ديت وبتنزل في الاعلى. طب ولو اوطى من المنسوب، لو العوامه دي نازله لتحت خالص، العوامه دي عوامه سلم يا جماعه زي ما شرحنا في الفيديوهات قبل كده، ممكن نعلى ونوطى بيها. لو العوامه دي نازله لتحت شويه هيبقى الميه قليله في السيفون وطبعا مش هتدي الغرض الكافي اللي احنا عايزينه. فبنضطر نظبط العوامه هنا عن طريق السلم دوت على حسب منسوب الميه، والميه ما تعديش الماسوره دي، لان لو عدت الماسوره ديت طبعا الميه بتنزل في الماسوره وبتعمل لي برضو نفس التسريب، ويبقى عندي الجلدة سليمة اللي انا هغيرها النهاردة في الفيديو اللي هنشوفها مع بعض. خليكم معايا وهنكمل الفيديو. النهاردة اسهل طريقة هتعالجها بايدك. تمام؟ في طريقة تانية اللي هي طريقة الجلدة بتاعة القلة. طبعا احنا عندنا مكنة السفون ديت بتتكون من قطعتين، قطعة العوامة وقطعة القلة. هنشوف مع بعض ازاي دلوقتي بنفك القلة وبنغير الجلدة بتاعتها. هنقفل المية بتاعتنا طبعا عشان الصوت، وهنفك القلة بتاعتنا اهو. زي شايفين القلة اهي، بمسكها بايدي وبفك عكس شمال. مجرد ما فكيت شمال كده خرجت بالقلة بتاعتي زي ما انتم شايفين. شايفين الجلدة دي يا جماعة هي السبب في تسريب المية عندي. الجلدة دي بتطرى فطبعا ما بتقفلش الفتحة بتاعة القلة فبتنزل المية في القعدة. هنشوف مع بعض ازاي دلوقتي بنفكها وبنغيرها. طريقة سهلة جدا مش محتاجة اي فنيات خالص. طبعا احنا اشترينا جلدة تانية جديدة سيليكون اهي. الجلدة دي ب25 جنيه زي ما انتم شايفين. جلدة جديدة هي تقليد الدروفيت مش الاصل طبعا، لان الاصل هتبقى اغلى من كده بكتير. دي ب25 جنيه بتقضي الغرض برضو وبتشتغل كويس جدا. مجرد ما انا هفك الورده دي بالمفك الصغير دوت، شايفين هاجي عند الفتحه بتاعه الورده دي وهضغط بالمفك على فوق اهي. انا خلاص خرجت اهو بالورده، ويعتبر شايفين انا خرجت بالورده، معلش الورده وقعت، واخرج بالجلده بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. خرجت بالجلده، في ورده تانية تحت منها اهو برده، دي بتحبس برده الايه؟ الجلده دي. لازم يبقى في ورده من فوق ورده من تحت. واحط الجلده الجديده بتاعتي اهو. عشان نبين لكم بس بتركب ازاي. لازم تبات في المانيوم دوت، لازم الجلده دي تبات في المانيوم ده، واحبسها بالورده دي. طبعا طريقه تركيبها سهل جدا اهي. ضغط برضو، اضغط عليها كده اركب من ناحيه والناحيه الثانيه الفها.
شايفين يا جماعة ركبت اهي معايا، سهلة جدا مش محتاجة اي فنيات خالص. كل مكنة السيفون والله مش محتاجة اي فنيات خالص، وارجع اركب المكنة بتاعتي القلة بتاعتي عادي خالص، لا فكيت سيفون ولا فكيت اي حاجة بمسامير، كلها كل اللي انا احتاجته مفك صغير والف اظبط الدراع بتاعي دوت بحيث السقاطة طبعا تركب فيه. الدراع ده يا جماعة سلم زي ما انتم شايفين اهو درجات، وبيركب بمشقبية هنا، شايفين المشقبية دي؟ المشقبية اللي انا بشاور عليها بايدي دي اهي، الدراع ده بيركب هنا، وبحاول اظبط طبعا الدراع على الزرار عندي بحيث الزرار ما يبقاش لا ساقط ولا مرفوع قوي. هاجي اركب دلوقتي الغطا بتاعي وهنجرب مع بعض ونشوف في تسريب تاني ولا لا. خليك معايا بس الاول كده وتابع الفيديو عشان تشوف النتيجه اللي احنا عملناها ايه. شايفين يا جماعه؟ هنوطب الكاميرا شويه عشان نشوف السقاطه بتركب ازاي. شايفين السقاطه دي اهي؟ شايفين انا شلت ايدي اهو عشان ابين ازاي بخش بالسقاطه بتاعتي. شايفين اهو، مجرد ما بخش بالدراع في قلب السقاطه كده ركبت اهي، وبظبط الغطا بتاعي اهي، الزرار شغال اهو، بيطلع طبعا بالقله وبينزل بيها. هبدا افتح الميه واشوف اخبار التسريب ايه. طبعا الصوت ده بتاع السيفون وهو بيملى، مجرد ما هفتح اهو طبعا مفيش ميه نازله ولا نقطه نازله حتى، السيفون بتاعي ناشف، القاعده هنا ناشفه اهي، ما فيهاش نقطه ميه زي ما انتم شايفين كده. ويا ريت تتفرج على الفيديوهات اللي انا عملتها بتاع تسريب السيفون، في طرق تانيه غير تغيير الجلده ديت، وفي انا عامل فيديو اللي هو بتغيير مكنه السيفون، طبعا تغيير كامل لمكنه السيفون، طريقه سهله جدا مش محتاجه اي فنيات، وهسيب لكم اللينكات ديت في صندوق الوصف تحت، يا ريت تخش وتتفرج عليها هتستفيد جدا، ومش هتحتاج اي صنايع يجي لك، وانت هتعمل الحاجه بنفسك في بيتك. انا دلوقتي هجرب اهو زي ما انتم شايفين، هدوس على الزرار، انا دوست اهو، ادي السيفون مفضى وهيملى تاني لوحده طبعا، وهتلاقي الميه قطعت مفيش نقطه ميه نازله. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، اشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت المعلومه ما تقفش عندك، يا ريت توصلها لغيرك عشان اكبر قدر يستفيد. شكرا.